السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الرابعة قسم هندسة الميكانيكي التطبيقي، نبتدأ بموضوع لمادة السوليد وورك الفيتشر باترن، الذي هو بمثابة الأري بعض البرامج، حيث الباترن يكون بأنواع مختلفة راح نتطرق لها ضمن الأمثلة التي سوف نبتدئ بها إن شاء الله. نبدأ نأخذ بتمرين تفصيلي يكون مجمل ما تطرقنا إليه في مواضيع مختلفة من خلال الرسم الآتي. نبتدئ بالبارت، نذهب إلى السكيل ونبدأ برسم سيركل على مستوى التوب فيو، نأخذ برسم دائرتين. هسه نشوف نلاحظ التصميم، القطر الأول هي والقطر الثاني 90، بعدها هنا بالفيتشر اكسترود، ننطي قيمة الاكسترود هي 200 وننطي موافق. بعد هذا نبدأ برسم تفاصيل أخرى ضمن انتيتيز آخر. نشوف هنا أن هذا الشافت أصبح هول. ننتقل بعدها لرسم entities ضمن هذا التصميم. راح نحتاج إلى أن نذهب إلى reference geometry ومنه لتفعيل البلين. نذهب إلى reference geometry، من خلاله راح نختار بلين. هذا البلين لو نجي نلاحظ هنا راح نشوف هنا التفعيل مالته هو بالمنتصف، لان احنا السيركل بدينا من التوب وبالمنتصف، فبقت نقطة الصفر هي بالمنتصف. اذا جميع المستويات اللي راح ابنيها فهي راح تكون بداية من المنتصف. هنا الرايت بلين وهذا التوب والفرونت، فابدي بالرايت، فابدي انطي مسافة. هنا مثلا المسافة هي إذا الصفر فراح يكون بالمنتصف، أنا المسافة اللي أريده بما أنه هو 100 أنطي 45 حتى يكون تقريبا ضمن المنتصف حسب التصميم. ننطي موافقة ونخرج من هذا البلين حتى ننتقل إلى موضوع أخرى ضمن نفس التصميم. إذا أنشأت أني بهذه المرحلة أنشأت بلين جديد يختلف عن البلين اللي انطلقت به بالتوب. فحتى ارسم على هذا البلين ابدي احدده وانطي سكيج وبعدين انطي نورمال 2. هسه ابدي ارسم التصميم اللي انا اريده، اقوم باختيار هذا السلوت، اريد ارسم سلوت فرضا ضمن مواصفة محددة وابعاد محددة. أبدأ أضغط ضغطتين وأبدأ أفتح باتجاه الأكس يمثل لي الثيكنس مالته أو العرض. بعد أعطي الديستنس حسب التصميم، فرضا هنا نعطي 30، أنطي فرضا 5 وأنطي المسافة بين هذا المركز وهذه النقطة، أنطيها 10. أوكي، حسب التصميم اللي نشوفه مناسب. إذا استكملت أني رسم هذا الجزء، بعد انتقل إلى الفيتشر. من الفيتشر أبدي أختار إكسترود كات. إكسترود كات هنا راح نلاحظ البعد هو اللي أريده فرضا 10 بالميد بوينت
لذلك أنا اختاريت 45 أو ممكن يكون 20 حتى أضمن أنه يكون نافذ وأنطي موافق. بعدها يتكون لي هذا الشكل ضمن هذا التصميم. هسه بهذه المرحلة ممكن أنه هذا البلين حتى لا يزعجني أنه أسوي إيدن، صار عندي هذا التصميم. الآن يعني استطعت أن أذهب إلى موضوعة الباترن، لكن بعد تجهيز رفنس جيومتري آخر اللي هو أيضا نذهب إلى الفيتشر. من الفيتشر نذهب إلى الرفنس جيومتري. كنا سابقا نختار البلين، هسه الآن نختار الأكسس، وبعدها نختار شنو ما هو المضمون من الأكسس. احنا هنا بما انه عندي سلندر فاختار السلندر ضمن هذا التصميم الاسطوانة، فانطي موافقة. في حالة تولد لي اكسس حتى يفيدني هذا الاكسس في عمل الباتر. هنا الباتر هو هذه الايقونة الخاصة بي، لاحظ فيها مجموعة من الاوامر الخاصة بالباتر، ممكن يكون خطي او دائري او اعمل ميرور ايضا او على شكل كيرف او سكيج او تيبل او فايل. كل هاي الامور ممكن انه نعملها ضمن ما يسمى بالباترن. ناخذ اللينير مبدئيا، والباترن هو بالنسبه لللينير ناخذ الديستنس بين واحد واخر. المسافه هي راح تكون هو كله 30 بالنسبه لللاين و الأعراض، فنأخذ له 50 وضمن أختار له الفيتشر. الفيتشر هو عبارة عن المنظومة الخاصة بالأكسترود كلها، وأغير اتجاهها يكون بهذا الشكل. هنا أنا حددت المسافة بين واحد والثاني، وكذلك أبدي أحدد العدد. هنا أنا 4، وبهيج حالة كمواصفات أقدر أقول كملتها وأنتقل بالموافقة. صار عندي بهيج حالة هذا الشكل يحتوي على 4 سلوتات ضمن هذا الفيتشرز. أوكي زين، في مثل هذه الحالة أنتقل إلى هسه لحد الآن أنا الأكسس ما استخدمته أو استخدمته في حالة اللينير. استخدمه أكثر رح يكون واضح عندي في حالة إذا استخدم الباترن في حالة السيركل. أوكي فأيضا لح يحدد لي إيه، هنا يطلب من عندي الباترن أكسس، فأقول له وهذا اللي أنا كونته. بعدها ضمن 360 رح يكون الدوران، عدد المرات اللي ممكن إنه يكون بيها دوران للانتيتيز اللي رح اختاره. خلنا نختار الانتيتيز، هو هذا الجزء مع هذا. وهذا الجزء، فالجزئين يعني الجزء الرسم الانتيتيز الاول والانتيتيز الاخر اللي عملنا له باترن لينير. العدد هو ممكن انه يكون 4 او اي عدد حسب التصميم اللي يناسبني. فرضا هنا انا احدد له 9 او 10 بحيث التصميم يكون مناسب لهذا الجسم، وانطي موافقة. هنا انا اكوال سبيسينج يعني المسافات تكون متساوية، وانطي موافقة على هذا التصميم. نلاحظ الأشكال يعني الشكل اللي صار عندي هو هذا المجسم يحتوي على أسطوانة بها سلوتات تفيد في بعض التصاميم، يعني حسب التصاميم الهندسية اللي ممكن إنه تخدمنا. أوكي فصار عندي هذا الشكل. استخدمنا في هذا النموذج الأكسترود بوست فيز وكذلك أكسترود كات. استخدمنا الرفنس جيومتري بالنسبة للبلين وكذلك للأكسس. استخدمنا أيضا اللينير
باترن وكذلك السيركل باترن. ممكن ان انا استخدم الفيلت ضمن هذا الرنج، يكون نسبة الفيلت نص ملم او 0.5 وانطيه موافق، وممكن اعيد هنا انا ايضا انطي نص واقول له موافق. في حالة حصلت على هذا التصميم ضمن القياسات والنماذج المحددة. الآن ننتقل إلى تمرين ثاني ضمن إعاز الفيتشر باتر. أيضا نأخذ التصميم هو ضمن التوب، وبعدها نقوم برسم السيركل ونعطي الأبعاد الخاصة ضمن هذا السيركل هو 50 أنتر. هذا المثال توضيحي موجود ضمن المحاضرات حتى نوضح لكم كيف تمت عملية رسم هذا الجزء. ننطي بعدها فيتشر، وهذا الفيتشر قيمته 100 ضمن الاكسترود بوسبيز ونوافق عليه. صار عندي هذا الشكل. الآن بعد هذه المرحلة ننتقل إلى رسم سكيتش ثاني ضمن اللاين، ويكون هذا السكيل ضمن الرايت. بعدين نعطي نورمال 2 ونبدأ بالرسم. نلاحظ هنا نبدأ نرسم ضمن هذا التصميم بعض الأمور. هنا أنا أيضا قلنا في حالة أنه أرسم لاين، ومن اللاين أقدر نفس الإعاز أستخدم القوس الذهاب والإياب على نفس النقطة. بعد أنتقل وأغلق هذا الرسم. هسه الآن أقدر أضع بعض الأبعاد. هذا الجزء اللي رسمته ممكن يكون 4 ملم، وكذلك هذا البعد هو راح يكون 20، وهذا القوس راح يكون قياسه 75 ضمن الآر. أوكي، بحيث يصير عندي الرسم بهاي التفاصيل وأنطي موافقة. زين، بعد هذه المرحلة أنتقل إلى عملية الأكسترود كات. هنا نلاحظ الأكسترود كات اللي راح نشوفه هو عبارة عن قيمة محددة بمقدار محدد مسبق 5 ملي. ننطي بعدها الميد بلين وأنطي موافقة. صار عندي الشكل ضمن هذا التصميم. أوكي، صار عندي هذا الشكل. هذا الشكل شلون راح أتعامل وياه بحيث أستخدم الباتر. ممكن في هذه النقطة نسوي الفلت بقيمة 2 ملي وننطي موافقة لهذا الجزء، وبالأسفل أيضا ممكن نسوي له فلت في هذه المرحلة. إذا ننتقل بعد هذه المرحلة إلى موضوعات اللينير أو السيركل باترن حسب التصميم اللي يفيدنا. لكن نلاحظ هنا نستوقف إلى شغلة، إنه لازم أولد اكسل ضمن الرفنس جيومتري. ننطي موافقة ونختار السلندريكال كونيكال فيس ضمن هذا الجزء وانطي موافقة. صار عندي هسه في هذه النقطة هو اكسس متوفر. اذا نذهب الى اللينير، ومن نذهب الى السيركل، بعدها نختار الجزء اللي نريد ان نقوم بعملية الدوران إلى هنا. هذا الجزء ممكن نسوي له 10 قطع من 360 درجة، والمسافات هي متساوية بين انتيتيز وآخر، وننطي موافقة.
صار عندي هذا الشكل ضمن هذا التصميم. اوكي، قد يكون دش المسنن او شافت مسنن بهاي حسب التصميم اللي اني ابدي احتاجه. الان ننتقل الى اعاز ضمن الباترن هو الميرور، ومن عند الميرور نختار الفيس اللي راح نقوم بعملية الميرور. احنا اخذنا الميرور في حالة السكيتش، الان ناخذ الميرور في حالة الفيتشرز. ناخذ ضمن التوب، وكذلك نبدأ باختيار هذا البوديز ونعطي موافق. صار عندي ميرور بالاتجاه المعاكس لهذا الجزء، وفي حالة طبقنا الفلت، وكذلك استخدمنا الرفنس جيومتري بالنسبة للأكسس، واستخدمنا الميرور ضمن هذا التمرين، والأكسترود أيضا هو يكون حاضر في أغلب التمارين. ننتقل الآن إلى تمرين آخر ضمن تمارين الباترن، التمرين الثالث، وهو نستخدمه في حالة كيفية التعامل مع اللينير باترن، وهو برسم الشكل الآتي. نبدأ برسم هذا الشكل. نبدأ برسم مثلث، نضع الأبعاد الخاصة به، الأبعاد التصميمية 50 بالنسبة للأكس راح يكون 150. صار عندي هذا الشكل. ننتقل للفيتشر من إلى الأكسترود بوس بيست، قيمته راح تكون 100، وكذلك نستخدم الميد بوينت ونعطي موافقة. الآن أصبح عندي هذا الرسم جاهز. بعدها ننتقل إلى الرفنس جيومتري، من إلى البلين ونختار بلين ضمن التوب فيو. بما أنه 50 نعطي قيمة 50 ونعطي موافق. صار عندي هذا البلين الموجود. بعدها نبدأ باختيار هذا البلين. البعد هنا 10. أوكي، المسافة نأخذها من هذه الحافة إلى هذه الحافة هي 15، ومن هذه الحافة إلى مركزها حتكون أيضا 15. صارت عندي الدائرة جاهزة. بعد نذهب إلى الفيتشر، من الفيتشر نعطي إكسترود، وهذا الإكسترود راح يكون بالاتجاه الريفيرس إلى الأسفل بقيمة 50 ونعطي موافقة. صار عندي هذا الشكل. الآن انتفت الحاجة لإظهار في المستوى هذا. بعدها نذهب إلى اللينير باترن، نعطي موافقة لها، ونحدد الدايركشن بالنسبة للباترن، نعطي فرضا بهذا الاتجاه. العدد اللي رايده والمسافة اللي رايده لازم نحدده ايضا. قبلها لازم نحدد الجسم اللي راح نبدي نشتغل عليه. انا حددت 8، هو ما يستوعب 8، فنلاحظ هنا حددنا 4 ضمن القياسات اللي راح نشوفها. اوكي، يعني
القياس هو يعني أخذنا قيمة 4 بالنسبة للعدد، المسافة بيناتهم 10 بـ10. بعد هذه المرحلة ننتقل إلى الدايركشن الثاني. الدايركشن الثاني بالنسبة للباتن هو بهذا الاتجاه. أيضا نبدأ بتحديد الأعداد لهذا الباتر، كذلك ممكن أنه نشوف تحركات بشكل أوضح يكون بهذا الاتجاه. أوكي، وهنا إذا صار عندي 7 وننطي موافقة بهيك حالة ضمن الدايركشن الأول والدايركشن الثاني، صار عندي هذا الشكل وهذه الوضعية. أوكي، ضمن التصميم اللي شفته مناسب. ممكن نسوي بعض التعديلات إذا نشوف التصميم يستوجب هذا الشيء، في حالة النموذج أو التصميم instance to scape، نختار الأجزاء اللي ما نريدها تكون موجودة ضمن التصميم أو انفرضت علينا بالرسم. فرضا هذني الأربع سلندرات نحذفهن أو نخفيهن ونقول له موافق، فصار عندي التصميم ضمن هذا الشكل. وبهيجي حالة طبقنا اللينير بشكل موسع بالنسبة للدايركشن 1 ودايركشن 2، واستخدمنا البلين في أيضا في هذا التمرين والإكسترود بوست بيس. ننتقل الآن إلى التمرين الرابع ضمن الفيتشر باتر. نرسم ضمن الفرونت دائرة، قطر هذه الدائرة هو 50، وبعدها ننتقل إلى الإكسترود بوس بيست قيمة 20 ونعطي موافقة. ننتقل بعدها لرسم بلين لكي يتوافق مع التصميم، نلاحظ هذا الرسم المسافة هي thickness 20، نبدأ بـ16 راح نعطي موافق. الآن نبدأ بالرسم باختيار السكيتش ضمن هذا البلين الجديد، ونبدأ باختيار ضمن سمارت دايمنشن، قطر الدائرة هو 5 ملي. نلاحظ الرسمة هي على البلين الجديد، ننطي الاكسترود قيمتهن 16 في الاتجاه المعاكس. ننطي قيمة الاكسترود بس في قيمة الاكسترود 12 نوافق عليه، يصير عندي بهذا الشكل. بعدها نذهب إلى الرفنة الجيومتري مرة أخرى لتوفير الأكس أكسس ضمن السلندر وننطي موافقة. بعدها نذهب إلى السيركل باترن لاختيار الباترن اللي كوناه، العدد هو 25 ضمن الأكسس والدرجة 360 درجة، صار عندي هذا الشكل اللي صممناه. ممكن انه نفرغ هذا الداخل اما عن طريق الشل او عن طريق
رسم دائرتين أو دائرة نفس الدائرة، قطر هذه الدائرة خمسة وأربعين من موافق، ومن بعد اكسترود كات، ويكون اكسترود كات بقيمة 16 وننطي موافق. صار عندي هذا الشكل كنوع من التطبيق. فإذا ممكن أنه حسب التصميم الذي نراه مناسب نستخدم الـ Features Pattern، سواء كان Linear أو Mirror أو سيركل. هذا نكون قد أكملنا هذا الموضوع. إذا عندكم أي استفسار أو سؤال ممكن تراسلونا على المنصة التعليمية جوجل كلاس روم، وشكرا جزيلا لكم.